في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظمت جامعة سيناء وجامعة قناة السويس قافلة تنموية شاملة إلى قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، تم خلالها تقديم خدمات طبية للآلاف من مواطني المدينة، بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية وتقديم ندوات زراعية للمزارعين. احنا النهارده متواجدين داخل سلسله القوافل الطبيه اللي بتقدمها مؤسسه حياه كريمه، بالتحديد داخل قريه فناره التابعه لمركز ومدينه فايد. الحقيقه ان القافله دي بتتم بالشراكه مع جامعه قناه السويس ومع جامعه سيناء لتقديم اكتر من 15 تخصص طبي مختلف لاهالينا من المواطنين داخل مركز ومدينه فايد. التخصصات مختلفة جدا، تتنوع ما بين بطنة، رمض، نساء وتوليد، أطفال، طب أسنان، غيرها كتير قوي من التخصصات، وصيدليتين بكميات كبيرة جدا من الأدوية المتاحة لأهالينا المواطنين. جامعة سيناء المشتركة في القافلة الطبية بالتخصصات الطبية اللي عندها، اللي هي كلية الصيدلة وطب أسنان والعلاج الطبيعي. احنا من خلال كلية الصيدلة تواصلنا مع شركات أدوية كتيرة، والحمد لله قدرنا نغطي كل الأدوية اللي التخصصات الطبية اللي موجودة النهاردة فيها. التخصصات الطبية حوالي 11 تخصص، فالحمد لله يعني هي كان رزق ان معظم الشركات الأدوية ساهمت معانا في الأدوية عشان تغطي كل التخصصات الموجودة. القائمون على القافلة أكدوا حرص مؤسسات الدولة على المشاركة بمشروع القرن من أجل توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً. بنحاول قد ما نقدر إن إحنا يعني نفيد أهالينا بإن إحنا نقدم خدمة طبية متميزة، ومش بس كده، إحنا بنحاول نتابع معهم أو نفولو أب معهم لو أي حد منهم محتاج ان هو يتنقل في العياد عندنا في جامعه سيناء، او يعني يتعمل له فيرزر بروسيدجرز، يعني بنقدر ان احنا نحجز لهم ميعاد ناخدهم في الترانسبورتيشن بتاعتنا، في المصاب بتاعتنا، وبنرجعهم تاني. انا عندي مشكله في العظم، وكنت بكشف عظام وجراحه، جيت القافله مع مامتي، والصراحه هم حلوين كده في علاجهم وكل حاجه. والقافله دي احنا عرفناها من الناس، كانوا كل هم يعني بيحكوا عليها. كشفت بطنة ورمض وعظام. تمام التمام، ورحت لدكتور السنان وعملوا معايا الواجب صح والله. الناس زي العسل وربنا يخليهم يا رب. القافلة قدمت خدماتها الطبية المجانية والعلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات الطبية في مختلف التخصصات الطبية، علاوة على تقديم ندوات التثقيف الصحي لمصابي الأمراض المزمنة.